ويلكم تو ليرن انجلش ويز مستر محمد سعد، تعلم انجليزيه مع مستر محمد سعد. النهارده مراجعه نهائيه سنه رابعه ابتدائي منهج كونكت بلس اكسرسايز اون يونت 2 هاو تو رايت ا باراجراف، ازاي اكتب فقره باللغه الانجليزيه. اول حاجه لازم اقرا الموضوعات اللي في الكتاب كويس قوي، اذاكرها واحفظها كويس، كل يوم اقرا موضوع، ده شيء مهم جدا. لازم احفظ الكلمات في المنهج كلها علشان اقدر اكتب باراجراف، ولازم اكون فاهم الجرامر كويس مع مستر محمد سعد. خلاص، اي جرامر انت عايزه هتلاقيه في قوائم التشغيل. اوكي تمام، هنا بيقول لي write a paragraph of 50 words on، اكتب فقرة 50 كلمة عن reptiles الزواحف. اعمل ايه؟ مفيش مشكلة عندي خالص، طبعا اول paragraph بسيب سنتي. خلي بالك كل ما نكتب حاجة هنقول نصايح مهمة. تمام، انا اديت اعتبار للموضوع بعناية وبفكري، بيتكلم عن الزواحف. تمام، انا عارف ايه، طبعا انا قاري الموضوعات كلها وحافظها كويس. هبدأ اكتب بقى، هبدأ الباراجراف بتاعي بجملة مهمة بتشجعني اني اكتب. ايه هي الجملة دي؟ هقول ايه؟ today، نغير اللون بقى، نغير اللون. تمام، today I want to talk about، واكتب العنوان reptiles reptiles. كتبت خلصت الجملة بتاعتي، احط period full stop not. خلاص، بعد البيريد اسيب مسافة وابدا الكلمة اللي جاية بحرف كابيتال. انا طبعا هتكلم عن الزواحف، اديها بقى، اقول هم من ذوات الدم الحار ولا من ذوات الدم البارد؟ يبقى اقول reptiles are cold blooded. yes are capital، طبعا reptiles are cold blooded BLOODED، وحط period من ذوات الدم ايه؟ البارد. على فكرة واحنا بنكتب الفقرة قدينا بنذاكر مع بعض شيء مهم جدا. تمام، هقول ايه تاني؟ هبدأ طبعا بحرف كابيتال. they have to spend، يقضوا ايه؟ time، لازم يقضوا وقت in the sun، عشان هما من ذوات الدم البارد لازم يقضوا وقت فين؟ في الشمس. ليه؟ عشان يحافظوا على الدفء شوية. to keep warm WAR، انا حاسس لو كتبت الام هتهرب معايا. لا، يبقى ايه؟ نصغر شوية الخط هنا عشان الدنيا متهربش مني. تمام، to keep warm. تمام، oh my gosh، برضو عملها معايا، برضو عملها معايا، اخر مرة تعمل معايا كده. اوكي تمام، to keep warm. تمام، most reptiles have four legs، معظم الزواحف عندها اربع رجلين. most reptiles have four legs ال e g s وحط period. okay have h here period، اسيب مسافة وابدأ ايه؟ جملة جديدة. تمام، ممكن اكمل اقول ما عدا الايه؟ الثعابين except snakes، ما عدا الثعابين. okay who don't have any، ما عندهمش طبعا، نكتب تحت عادي خالص who don't have any period. طبعا معظم الزواحف
عندها 4 رجلين ما عدا ايه تعبين طبعا، ما عندهاش ايه legs، ما عندهاش رجلين. تمام. طبعا they don't have they don't have hair، ملهاش شعر طبعا، زواحف or fur، ملهاش فر f u r period. اسيب مسافة وابدأ بحرف كابيتال. هم ليهم حراشيف قشور يعني، يبقى الزواحف ليها حراشيف. they have scales s c a l e s period. تمام. اسيب مسافة وابدأ بحرف كابيتال. بالإضافة إلى ذلك معظم أو كل الزواحف بتضع البيض، يبقى in addition بالإضافة إلى ذلك a d d i t i o n in addition comma all reptiles all reptiles بالإضافة إلى ذلك all reptiles a كل الزواحف a lay eggs بتضع البيض lay eggs e g g s period. أسيب مسافة. تمام. ايه تاني؟ معظم الزواحف بتعيش على الأرض، يبقى most m o s t most reptiles r e p t i l a e s most reptiles live on land period. ايه تاني؟ بعضهم يبقى some s o m e some can live in rivers or the sea. بعضهم يعني. اوكي تمام. ايه تاني؟ ممكن اديله مثال اقول such as مثل ايه turtles السلاحف، مديني مثال اهو such as turtles but يعني لكن بيجي قبلها comma they come onto land to lay their eggs بيطلعوا على الارض come onto land to lay يضع بيض يعني their eggs. خلاص كتبت الموضوع بطريقة سهلة وبسيطة. بعد ما اخلص طبعا اراجع البنكتويشن بتاعي هنا عشان هو كمبيوتر بيحط اول هنا جملة كابيتال لكن هي مش كابيتال. خلاص تمام احنا بنصلحها طبعا، هو ده كمبيوتر خلاص، لكن هو ايه طبعا ايه مفيش كابيتال هنا خالص. اوكي طبعا في بيريد هنا لان هنا طبعا مش قادرين نحط النقطة نحطها هنا. they have to spend t small here. طبعا انتوا عرفتوا ان هنا طبعا ايه عادي كله سمول. تمام اوكي شوف هنا حلوة الحتة دي، بعد البيريد بعد النقطة في مسافة زي ما احنا قلنا وابدأ بحرف كابيتال. تمام شفته هو ما قبلهاش. بعد ما اخلص موضوعي اراجع كويس، اشوف البانكتويشن، اشوف الجرامر، اشوف المعنى، اراجع شغلي كويس كده. انتهى الفيديو بتاعنا من تعلم الانجليزيه مع مستر محمد سعد. هعمل فيديوهات تغطي المنهج كله مراجعه ان شاء الله. عجبك الفيديو اديها سبسكرايب، اديها لايك، اديها شير. اشوفكوا على خير. جود باي، مع السلامه.